هلا ومرحبا فيكم مشاهدينا في حلقة جديدة من برنامج سوق المزارعين. بنبتدي معاكم حلقتنا من هاي المنطقة، منطقة الطعام في سوق المزارعين، فخلكم معنا. مشاهدينا معنا احد المشاريع الشبابيه هني في منطقه الطعام سوق المزارعين. تعرف عليك شيخ ياسر احمد حاجي. كلمنا عن مشروعكم. عن مشروعنا، احنا طبعا اربع شباب بحرينيين ابتدينا قبل 8 سنوات، ف بلاك باندا. يعني انا شو اقول، بتكلم عن نقطه واحده في كل مشروع اللي بيبتدي، بالذات الحين صاير اللي يبتدون المشاريع يعني ما يتابعون مشاريعهم، يبتدون ويهدون كل شيء على العمال. اذا انت الاونر ما تدير محلك بتخسر، خليك انت الاونر تدير في المحل قواعد، في كل مثلا ايفنت ما ايفنت، لو واحد من اهلك يكون موجود يلعب دور اساسي. تكلمنا عن المنتجات اللي عندكم هنا. منتجات يعني عندي ذا بيست سيلر معروف والكل يعني متداول في السوق الحين، كل معروف عن فروزن يوغرت ايس كريم اللي هو طبعا سيجنتشر، وعندنا الفرنش توست بيست سيلر عندنا، وعندنا سان سيبستيان، وايد اشياء يعني سويت. شلون هني سوق المزارعين، اقبال الناس عليكم على المكان؟ سوق المزارعين والله تشوف يعني الاقبال وايد، حضور بشكل مو طبيعي، ومن كل دول الخليج قاعد طالع، حتى امريكان طالع يجون حق سوق المزارعين من كل دول الخليج. والله السوق وايد حلو ما شاء الله، احنا يعني كل سنه نيله وكل مره نحصل فيه فعاليات اكثر وازيد واشياء مختلفه يعني، وما شاء الله يعني المنتوجات البحرينية موجودة وايد هالسنة وبتنوع وبكثرة، وبعد الأشياء الشعبية يعني ما شاء الله وايد حلو. أول زيارة لك هني في السوق؟ لا احنا كل سنة نيجي، يعني من 4-5 سنوات يعني كنا نيجي كله، بس هالسنة احنا شفنا وايد تطور وتقدم في المكان، وايد أشياء جديدة، وايد فعاليات حلوة، تنظيم أكثر، يعني ما شاء الله عليهم مشكورين، يعني عندهم أفكار حلوة هالسنة. أكثر منطقة ممكن يعني عجبتك في السوق؟ أكثر منطقة عجبتني الكشتة، إنه هادئة وإنه تقعد على الأرض وهاللون واليهال حوالينك، يعني وايد حلوة الكشتة وايد. إن شاء الله بتزورين السوق مرة ثانية؟ أكيد إن شاء الله، يعني إحنا كل سنة هني الله يوفقهم، وإن شاء الله من تقدم لتقدم، وإن شاء الله يصير أحلى وأحسن إن شاء الله، إحنا كل سنة هني. مشاهدينا وإحنا متواجدين في منطقة الطعام معانا إحدى المنظمات هني، نتعرف عليك. اسمي شيخة خوري الدوسري، منظمة هني في هالسوق الجميل. تكلمينا عن منطقة الطعام، شلون تتم عملية التنظيم فيها؟ والله احنا نكون متواجدين هني من الساعة 7 إلى الساعة 2 الظهر، انزين، ونشوف إقبال الناس، نلبي متطلباتهم، عندنا الكراسي هني والعدود يعني ساعات يحتاجون زيادة، نحاول نوفر لهم كراسي وطاولات زيادة، عندنا الأركان، عندنا مأكولات شعبية اللي هي الأسر المنتجة، عندنا المطاعم البوثات، نشوف الناس يعني شنو تحتاج ونحاول نوفر لهم كل الاحتياجات، والحمد لله احنا شايفين الناس مرتاحين يعني. ممكن الإقبال هني على منطقة الطعام يعني إقبال كبير، لو تكلمينا عن الأوقات اللي تكون فيها زحمة أكثر وذي، شلون تتصرفون، شلون توزعون روحكم أنتم كمنظمين؟ هو دائما يعني تكون الزحمة من الساعة 9 للساعة 11، في ناس يتريقون يعني في هالوقت، في ناس يجون على غدا، فاحنا عندنا عدد المنظمين نقسمهم بشكل متساوي، مثلا ناس على الكراسي، ناس على مأكولات شعبية، ناس على البوثات، ونقدر يعني وقت اللي يجون نخبرهم، يعني حتى عندنا الأسعار هنا مخفضة بسبب ان السوق المزارعين هنا، يعني ممكن مطاعم برا تكون أغلى، فاحنا منزلين يعني الاسعار من هني بسبه السوق. انت عرف عليك شيخ؟ ابراهيم محمد. عرف عليك؟ مروه محمد. لو تكلمونا عن سوق المزارعين شلون شفتوه؟ ممتاز ممتاز، وايد استانسنا، الاكل ممتاز، الـ 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 المكان وايد حلو، الجو وايد حلو، انا وايد استانس صراحه. حبينا المكان، وكنا بنتكلم انه احنا اول مره نلاقي جماعات في البحرين انه في الصباح ويهتمون بالزراعه وباللوكال يعني برودكشن، حبينا كل شيء صراحه، كل شيء ممتاز. هاي اول زياره لكم؟ اي اول زياره، بس مو باخر زياره. تسلم. تكلمنا عن هني الطعام، انت شلون شفت القسم؟ ممتاز، كل شيء ممتاز الصراحه، كل شيء من الاكل للمكان، كل شيء واستانس فيه صراحه. شلون شفت التقسيمات هني المناطق اللي في السوق؟
ممتازة. اي صراحة وايد حلو صراحة. يعني انا ما عندي تعليق نيجاتيف واحد صراحة على المكان، وايد استانس فيه. بس انا خاطري اروح اللي في عالي اتوقع، وفي بعد واحد بس فعالي. اي لا انا حاب اجرب بعد اللي فعالي ان شاء الله، وان شاء الله نيكست ويك ان شاء الله. رايك في المنتجات البحرينية انه يكون لها مكان تباع فيه؟ يعني صراحة هو ده احسن حاجة، انك تشجع اللوكال برودكشن، لان احنا اوريدي عندنا منتجات جميلة بالبحرين، وانه الكواليتي بعد ممتاز، وانه احسن من الاستورات ان نستورد من برا. مشاهدينا من منطقة السوق الشعبي، وخصوصاً عند صناعة النسيج، لفتنا شيء مميز. نتعرف عليك. أهلاً بك وسهلاً. أبو عصام عبد الحسين نجم. كلمنا عن صناعة النسيج اللي عندك، نشوف شيء مبتكر وشوي غريب، لو تخبرنا عنه. هو طبعاً النسيج قديماً كانوا بيستعملوا كثير من القطع النسيج للاستعمال الشخصي، منها الإزار الرجالي، الغتر، البشوط طبعا، كانوا بيصنعون الرداء النسائي الاسود هذا، طبعا هذا قناع، كان ما في لا دفه ولا مشمار، يستعملون دائما هذا، وطبعا على مستوى البحرين ككل، والمنطقه الشرقيه في المملكه العربيه السعوديه يستعملون النساء، وفي الرداء الاحمر اللي يعني عطوه الاسم إردى صابعي، هذا بيستعمل إلى المعاريش يعني إلى العرائس. أما الآن طبعاً في قطع كثيرة تستعمل للنسيج، ملابس نسائية مثل دشاديش، أقمصة نسائية، أقمصة رجالية، ممكن نعم. ومن متى وأنت في ذي المجال؟ يعني مجال النسيج وياتك ذي الفكرة أنك تصنع من النسيج أشياء شوي مختلفة ومبتكرة؟ كان الوالد والأهل طبعاً كانوا يصنعون نسيج، بس أنا كنت طفل صغير، وبعدين حبيت المهنة هذه، فقلت لأحد الأصدقاء أبغى أتعلم نسيج، اللي هو إبراهيم بن حسين النجار، فقال لي أوكي عادي. أول ما بدأنا نصنع الجهاز، هو الجهاز يتكون من قطعتين مهمتين أساسيتين، اللي هو الحف والمشط، هو هذه يسمونها العدة، فصنعناهم وعلمني، فاستمر وياي إلى عدة يعني مدة طويلة، واستمريت صار لي الحين أكثر من 40 سنة وأنا في صناعة النسيج. احنا مشروعنا اسمنا بهارات ام علي، احنا منتجنا نسوي بهارات بحرينيه مال بيت نظيف متعوب عليه نشتغل عليه، وبعد عندي اضافه عندي اجبان اشارات، وروحنا ناخذ الاجبان وبروحنا نصنعها ونسويها نحطها في اجباب، نفس العمليه الاشارات، ناخذ القضره من السوق نجيبها البيت نقصصها ونسوي لها حمسة وتصير أشارات، يعني هاي احنا مشروعنا هذا. يعني اشمعنى سميتوا المشروع باسم أم علي؟ هل هي أم علي هي اللي تشرف على ذي المشروع؟ اي نعم، أم علي هي اللي ما شاء الله الله يعطيها الصحة والعافية، هي اللي يعني نفس مالها في هالمشروع، ما شاء الله ما شاء الله، يعني وايد
زين وطيب وماشي مشروعنا يعني. ما في البيت كلكم تشتغلون معاها تساعدونها؟ انا وهي والله عزك خدامتنا وعيالنا يعني، ويساعدونا يشيلوني نطرشهم يبوذي يبوذي، اي اوردر يجينا نعطيهم اياه يودونا يعني، ما يقصرون يعني يساعدونا عيالنا. مشاهدينا ايضا من الاسر المنتجه معانا، نتعرف عليك. مريم فرادة. لو تكلمينا عن مشروعكم هني. مشروعنا اسمه قوت، عباره عن سناكات صحيه. بدينا بالفواكه المجففه، عندنا زبيب، عندنا فواكه، وعندنا اللواشق عباره عن فواكه وعسل، وعندنا الحمضيات، عندنا الليمون والبرتقال، وحاليا عندنا المنتج الجديد له فواكه عباره عن كرات جوز الهند المخبوزه. شلون جاتكم فكره هاي المشروع؟ يعني شوي هي فكره جديده. حاجه شخصيه، ان احنا متعودين على الفواكه ان نجيبها من برا، فان ساعات ما نحصلها او نحصلها بشيء يعني اللي موجوده في السوبر ماركتات تكون معاها سكر وكذي. ف حاجه شخصيه ان احنا نبغي هاي المنتجات، قلنا ليش مو بس ان احنا نوفرها لروحنا، خلينا نوفرها للناس. في اقبال يعني يونكم ناس من الناس اللي يتبعون مثلا نظام غذائي معين ومحتاجين غير صحيين، ينجذبون الى المنتج نفسه ويعجبهم. مو صحي معناته انه شيء غير مرغوب فيه يعني او لفئه معينه، للصحيون اللي مو صحيين يعجبهم. شفتوا الاقبال هنا في سوق المزارعين عليه جدا يعني الناس اللي تحب تجي هنا عشان الخضره وده تحب تجي تشتري هذه الاشياء مكانها هذا يعني. خبرينا عنه، شنو بيت نور؟ بيت نور هو مخبز متخصص بالمخبوزات المخمرة بالتخمير الطبيعية. إنزين، ومن هذه الانطلاقة اللي هو التخمير الطبيعي طبعا زدنا منتجاتنا وكلها على نفس يعني نفس السيستم اللي هو المخمرات الخضار. إنزين، بعد نفس الشيء بالتخمير الطبيعي باستخدام الملح البحري فقط. أنا أشوف وايد أشياء عندكم يعني، في مخبوزات، في فلافل، في خضرة. طبعاً إحنا وايد نحب وجبة الريوق الصراحة، فيعني من ضمن اللاين اللي موجود عندنا اللي هو التوفير اللي هو ساندويتشز اللي هو الراب والخبز إحنا بعد نسويه. إنزين، نكهات مختلفة، إحنا مشهورين جداً بالفلافل بالسيلر لأن إحنا الفلافل إحنا بعد اللي نسويها. بدينا يعني المشروع بشكل بسيط، شوي تطورنا، استقطبتنا حاضنة سباير هاب. إنزين، في ضاحية السيف، فإحنا حين جزء من الحاضنة، إحنا ماسكين المطبخ تبع الحاضنة، وفي نفس الوقت إحنا بعد شغالين على اللاين الخاص فينا اللي هو في بيت نور. لو تكلميني عن أكثر شيء يميزكم أنتو كبيت نور. أكثر شيء يميزنا الخبز طبعاً، أكيد أي الخبز طبعاً، الفلافل باعتباره هو وايد يعني بالسيلر سواء في المنيو اللي تبع اللي هو الحاضنة، لأن الحاضنة القسم اللي تحت كافيه. إنزين، فإحنا نحضر الساندويتشز في مطبخنا حق الكافيه، فبالسيلر عندنا الفلافل معروف يعني، اليوم الصبح كان ضرب الحطب علي. شلون شفتوا هني الناس في سوق المزارعين؟ صراحة وايد يعني تجربة جدا جدا يعني سعيدة ان انا يعني ان انا خطها صراحة. الأمانة تفاعل الناس جدا حلو، وشعور ان الزباين يشوفونك من ورا الشاشة وبعدين يجون انتي النور، زين، شيء جدا حلو، وما شاء الله يعني يجون يسلمون ويرحبون، واقبالهم ما شاء الله تبارك الرحمن وايد حلو. تعرف عليك؟ مريم الأنصاري. وين؟ الإمارات. ميثا الشامسي من الإمارات. عاش البنا من الإمارات. كلمونا بما أنكم من دولة الإمارات الشقيقة، يعني شلون شفت سوق المزارعين هنا في البحرين؟ تعرفت على وحدة وقالت لي عن هالمكان. She told me about the story behind it، وصراحة وايد عجبتني الفكرة وقلت لازم أني. شلون شفت المكان أول ما دشيتي؟ شفت شلون هني الاجواء؟ الفايبس حول المكان، كيف الناس ملتمين، كيف المزارعين لامينهم في مكان واحد، هذا روحه بحد ذاته انجاز.
من البحرين وصراحة أهنيهم، وايد حلو المكان. شلون شفتي توزيعات الأقسام هني من أول ما دشيتي؟ خريطة كلها مترتبة وكلها جميلة، ونحن أصلاً نحب هاي الأشياء، وايد نحبها، نحب الزرع، نحب الأماكن هاي الحلوة. وأنت ما شاء الله تمام، كل شيء تمام، مرتب المكان ما شاء الله. رايك في ان منتجات بحرينيه هني كلها اللي تباع في السوق، منتجات وطنيه؟ صراحه وايد حبيت هذا الشيء. This is the reason why we're here honestly. I'm very very proud of this. I love this and good job بحرين. شلون شفتي زحمه الناس هني؟ الناس احلى شيء في المكان زحمه الناس، وكيف الناس على طبيعتها جاي تشتري الخضره بدال ما نسير الجمعيه، كيف نحن ملتمين يا الناس المحليين بحد ذاتهم هني، هذا روحه شيء جميل صراحه. شلون شفتي يعني الاسعار هني اللي في السوق؟ والناس حلوه، البحرين حلوه، واهلها طيبين، احنا نحبكم وايد. وفي نهاية الحلقة مشاهدينا نذكركم بأن مركز الاستعلامات جاهز للرد على أي استفسار أو سؤال من قبل الزوار وطوال فترة اليوم. نشوفكم في الحلقات الجاية، فمان الله.